أهلا وسهلا فيك. يعني فكرة المهرجان بدأت كمنصة فنية جامعة، خبرنا عنها أكثر وعن هذه الفعالية. فكرة المهرجان عمره إذا بدك 12 سنة يمكن أكثر من هيك. المهرجان اللي عم تطلقه جمعية مهرجان الصورة ذاكرة هو حلم قديم، بلش من وقت ما بلشت الجمعية من اسمها جمعية مهرجان الصورة اللي تأسست بال 2007 أطلق المصور رمزي حيدر. الجمعية هدفها بشكل عام هو نشر ثقافة الصورة والعمل على نشر هذه الثقافة خاصة بالأوساط المهمشين والشباب والأعمار اللي بحاجة لهذه الثقافة، خاصة نحن هلا بعصر عم فوت أكثر على عصر ثقافة بصرية أكثر، الصورة صارت أهم وموجودة بحياتنا بكل لحظة عم نشوف صورة على التليفون أو على السوشيال ميديا. المهرجان السنة كانت أول دورة له بال 2019، عم بيضم مصورين من حول العالم، مش بس من العالم العربي ولبنان، في مصورين عالميين. عندنا 22 جنسية، 25 جنسية عفوا، 122 مصور ومصورة عم بيعرضوا هذه السنة. نعم، ستجوب هذه الصور أغلب المناطق اللبنانية، بيروت، حمانة، طرابلس، بعلبك، صور، وأيضا ستكون منتشرة بالأماكن المفتوحة بساحة النجمة ببيروت أيضا. ما هدفكم من هذا النشر وأن تطال كل الناس؟ عم تحكي عن أحد أهداف المهرجان اللي هو أنه نوصل لمجموعة جديدة أو شرائح جديدة من المجتمع يلي ما معودة تشوف صور، أو يمكن يعني جمهور غير تقليدي، جمهور جديد ليشوف صور. فالصورة رح تكون بالشارع، رح تكون بمناطق مختلفة بلبنان. المعرض الأول أو الافتتاح المهرجان كان بالحمامات الرومانية برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلا برئيس بلدية بيروت اللي هن شركائنا بهذا المهرجان. معرض خارجي لمجموعة لبنان 1919، صور عمرها 100 سنة لمدينة بيروت. بنفس الوقت كان في افتتاح بأسواق بيروت للمصور نبيل إسماعيل معرض مدينة بيروت. هودي المعارض الخارجية هي جزء من برنامج أو رزنامة المهرجان، تتضمن 22 موقع، في منه جاليريز وصالات عرض وفي منه معارض خارجية. امبارح كان الافتتاح بافتتاح المعرض العام بالمكتبة الوطنية برعاية وزارة الثقافة. هذا المعرض بيضم صور ل 35 مصور من حول العالم بمواضيع مختلفة من الثقافات المختلفة، الممارسات الدينية، مواضيع تحقيقات صحفية، بورتري من حول العالم. من بعد الساعة 6 كان في افتتاح معرض بوزارة السياحة بقاعة ليلى الصلح حمادي برعاية وزير الإعلام حسن الجراح. معرض الصورة الصحفية اللي عم يضم مجموعة لسبع مصورين فرنسيين وفلسطينيين ولبنانيين. اليوم بيكمل المهرجان بافتتاح الساعة 6 بليتيسيا جاليري بالحمرة المصور هيثم الموسوي عن سجون لبنان. بكرة السبت عنا افتتاح معرض خارجي آخر بكورنيش عين المريسي للمصور مروان عماني عن صيادين بيروت من مختلف المرافق اللي بعدهم لهلأ عايشين حياتهم كصيادين سمك. نهار الأحد في افتتاح معرض ببادار وبكاب جاليري لمصورات ومصورين لبنانيين وعرب أعمارهم فئة عمرية صغيرة عم بيشتغلوا بمواضيع بتتعلق بالهوية بالذات. نهار التنين عنا افتتاح معرض كتير كتير مهم بحب ادعي العالم يشارك فيه كمان ببيت بيروت برعاية محافظ بيروت القاضي زياد شبيب. هذا المعرض بيضم او يعني الثيم الاساسي لهذا السنة اللي هو تكريم اثنين من اوائل المصورات بالعالم العربي، كريمة عبود من فلسطين واللي هي اصلا لبناني، مجموعة صور من جاليري قدرات، بورتريه احترافية. نعم. كريمة عبود هي من أوائل احتراف التصوير. نعم. بالشرق ونافست فيه بفلسطين. مجموعة كمان لماري الخازن اللي هي من أوائل المصورات اللبنانيات من مجموعة سيد محسن يمين. هون رح يكونوا ببيت بيروت نهار الاثنين الساعة 6. بالإضافة لهم في عنا ثلاث معارض نفس الوقت للأستاذ أديب شعبان. البرنامج بالتفصيل
ممكن يلاقوا من يرغب بالاطلاع عليها على صفحاتكم او على موقعكم؟ اجمالا السوشيال ميديا هي اكثر وسيله عم توصل. نعم. الويب سايت اللي هو beirutimagefestival.com في يعني موجود الرزنامه والخريطه المواقع اللي منتشره ببيروت، 17 مكان ببيروت وخمسه بباقي المناطق اللبنانيه. جميل. كل الشكر لك مدير دار المصور إبراهيم الزراني، وكل التوفيق لكل الفعاليات.